مين دموع؟ دموع الطفلة الصغيرة يلي كبرت مع الوجع، كان عمرها سنة، كبرت مع الإعاقة، كبرت مع التحديات، بس كبرت كمان البسمة عتمها، ولا مرة وقفت أنا أضحك. أي أصعب مرحلة قطعت فيها سمارت؟ مرحلة الطفولة، مرحلة لما صرت تكبري شوي شوي وتصيري واعية على الحياة أكثر، مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب؟ الطفولة كتير كان صعب علي، والمراهقة كمان كان صعب علي كتير، بس الطفولة أكتر بكتير. أيمتى بلشت ذكية الطفلة تلمس أو توعى إنه هي مختلفة عن الأطفال الآخرين؟ كان عمري 7 سنين، أنا مختلفة، كنت عم بوعى على المدرسة، كنت أول ما فتت على المدرسة كنت أول ما بخالط ناس غير أهلاتي. كيف اختلفت معاناة زكية لما انتقلت من الطفولة إلى المراهقة، لما بلشت تكبر، لما بلشت توعى أكثر، لما بلشت تختلط أكثر، لما بلش هلا شوف، كل شيء صار يتغير فيي، احاسيسي، عقلي، حتى تغيرات بجسمي. فكنت عبالي على طول اسال اكتشف، انا على طول بسال اكبر مني ليش؟ ليش انا عم بتغير؟ شو اللي بخلي هالمرحلة مرحلة صعبة؟ الجسد، المعوقات اللي ممكن يواجهها الإنسان، أو المجتمع وكيف المجتمع بيتعاطى مع كان أكبر بكتير من الصعوبات، أقوى بكتير، نظراتهم، التنمر اللي كنت أتعرض له بوجع. شو كانوا يقولوا لي؟ شو اللي ما بتنسي؟ بيقولوا إنه يي ليك مكرسحة، مشلولة، يي الله يعينها من بعد أهلها، يي بدها تصير، سوري يعني، بدها تصير مدعسة مثلا. شو يخلق هيدا الشيء عندك؟ هلا بعمري الصغير كنت انكسر، كنت ازعل، كنت اقعد اقول ليش؟ قد ايه بدي ضل انه عم بسمع هيك حكي؟ معقول يجي يوم وامشي؟ هودي كثير اسئله. لا انا على فكره اهلي ما بيعرفون انا شو بفكر، هلا انت عم ما بخبرهم هودي القصص عن الاعاقه، ما بخبر حدا، عرفت؟ بس ايه، انه ليش بدي ضلي هيك؟ كنت بوقت صغير ابكي، كنت انكسر، كان يوجعني قلبي على حالي. شو الشيء اللي بدك تعمليه كنت وبعد اليوم ما عملتيه؟ فستان، عبالي البس فستان، بس ما بقدر لاني قاعدة على شاز، ما بعرف يعني، ولا مرة جربت. ليش ولا مرة جربتي؟ لانه ما كنت حس انه انا فيي البس فستان. غمض عيونك. سؤال، لليوم ولا مرة لبسي فستان؟ ابدا والله. كيف تتخيل حالها سمارت بفستان؟ ما بعرف يعني، بحب اوقف فيه اتصور مثلا، شوف حالي انه حلوه بالفستان، مهضومه، مش بهدوره. بتعرف شو رح نعمل هلا؟ بتعرف شو رح نعمل اليوم؟ شو؟ سمارت رح تلبس الليله الفستان. كيف؟ كيف هيك؟ لا أكيد مش عارفة، عم تمزح. يا ريت أمي هون. شو عم تقولي؟ بقول يا ريت أمي هون، يا ريت وتشوف عيونك، والله يا ريت. سمارت الله يرحمه، يرحم موتك. امك عايشه؟ الله يطول بعمرها. الله يخليك. فيني اقول لها شيء على الكاميرا؟ الهوا هواك. انا بدي اقول لك شكرا على هالورد اللي جبتي لنا اياه على الدنيا، يسلم بطن اللي حمله، الله يحميك عن جد. رح اقول لك شغله، تحيه لروح والدتك. تسلم. والدتك اليوم فخوره فيك، وأنا فخورة لأنه هي أمي. أنا تعبت أمي كرمالي، ضاقت كثير وجع هي وبي. لتحضر كل برامج الـ LBCI زور موقعنا على www.lbcgroup.tv.